كنيسة آيلة الأثرية في مدينة العقبة تعد ثاني أقدم كنيسة في العالم، وهي ذات إرث تاريخي عريق. فريق نورسات الأردن زار الكنيسة وعد التقرير التالي حول تاريخها وقيمتها الدينية. محافظة العقبة هي إحدى المحافظات الأردنية، تقع في أقصى الجزء الجنوبي من المملكة الأردنية الهاشمية، وهي المنفذ البحري الوحيد للأردن، كما أنها الوجهة السياحية لكل المواطنين والزائرين إليها. نصل اليوم ضمن سلسلة حلقات كنيسة إلى ثغر الأردن الباسم، لنسرد إليكم الكنائس الرسولية والأثرية الموجودة في مدينة العقبة. نبدأ معكم بكنيسة القديسين ثيودوروس وأنجيلوس المعروفة بكنيسة أيلة الأثرية التي تعود للقرن الثالث الميلادي. تعتبر ثاني أقدم كنيسة في العالم بعد الاكتشاف الجديد في مدينة رحاب الأثرية شمال الأردن. تم اكتشاف كنيسة أيلة عام 1998، وتم تأكيد تاريخ بنائها بعد إجراء البحوث الجيولوجية عام 293 بعد الميلاد. أحب أحكي لكم بداية عن اسم مدينة العقبة قديما، وهو إيلة، وإيلة هو أحد أسماء الله. لما نحكي إلهيم أو مثل ما حكى سيدنا يسوع المسيح، إيلي إيلي لما شبقتني، إذن إيلي أو إيلة هي أحد أسماء الله. فإذن مدينة العقبة اسمها القديم مدينة الله، مثل اسم الأردن أوردناي، وتعني أرض الرب. هذا شيء مبارك كان مدينة العقبة أو اسم الأردن كافة. وذكر اسم إيلة بسفر الملوك الأول، وأيضا كان يطلق عليها عقبة إيلة بسبب وعورة الطريق، لكن تغلب اسم عقبة على إيلة في القرن الثالث عشر الميلادي في العهد المملوكي، وأصبح اسمها الآن العقبة. الآن إحنا في قلب هذه الكنيسة القديمة كما تسمى في دائرة الآثار كنيسة العقبة، وهي في الواقع مدشنة على اسم القديسين ثيودوروس ولونجينوس، كما جاء في كتاب سيادة المطران سليم الصايغ الكلي الوقار. وصف الباحثون الكنيسة على أنها ذات نظام بازيليكي، وجهتها إلى الشرق إشارة لصلواتنا الموجهة للشرق حيث المجيء الثاني. يبلغ طولها 16 مترا وعرضها 26 مترا، بنيت من الحجر والطوب الطيني، وغطيت جدرانها الداخلية بالألوان. جرت أعمال الحفريات فيها على يد فريق من جامعة ولاية كارولينا الشمالية، والذين عثروا بالقرب منها على 24 هيكلاً عظمياً بداخل قبور بسيطة الصنع. احتوى أحد القبور فيها على صليب نحاسي، كما عثر على كسور فخارية تعود إلى نهايات القرن الثالث الميلادي. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. اكتشفت هذه الكنيسة سنة 1998 من فريق جاء من جامعة كارولينا الشمالية، واكتشفوا هذه الكنيسة وحددوا تاريخ بنائها سنة 293 إلى 303، إذن في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، وهذه تمتد إلى 26 متر ب 16 متر. وكان يعتقد إنها أقدم كنيسة في العالم، ليس في الأردن لا بل في العالم، إلى حين اكتشاف أقدم كنيسة في العالم في رحاب بالمفرق،
وتاريخ هذه الكنيسة القديمة هو بين 33 إلى 70 ميلادي. إذن هذه الكنيسة مثل ما نشوفها غير منتظمة المباني، على تصميم كما قرأ عنها إنه تصميم بازيليكي، اكتشفوا 24 هيكل عظمي، واكتشفوا أحد هذه الهياكل العظمية المباركة، أحدهم كان يلبس صليب من نحاس. توالى على هذه الكنيسة عدة مطارنة في لمدينة إيلة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه كان في تعداد مسيحي كبير. عندما نقول مطران ومطرانية معناته في كنائس أخرى كثيرة لم تكتشف في مدينة العقبة. من أسماء المطارنة الذين أذكر أسماءهم الأسقف بطرس الذي حضر المجمع النقاوي سنة 325، وأيضا في عنا الأسقف بيريلوس الذي أيضا حضر مجمع خلقيدونيا سنة 451 ميلادي، وأيضا في عنا أسماء أخرى مثل الأسقف يوحنا ابن رؤبة وهو في القرن السابع الميلادي، وهو من مواليد مدينة العقبة والذي تربى وترعرع فيها، وكان يطلق عليه ليس فقط اسم أسقف بل أمير على هذه المدينة. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي شكر الجزيل لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، تملكت هذه الأرض اللي فيها الكنيسة، ونأمل يا رب إن شاء الله إنه في دراسات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية للاهتمام في هذا الموقع الديني والسياحي، طالما هي تعتبر من أقدم كنائس العالم، وحسب ما ذكر إنها هي أقدم من كنيسة القيامة بقليل وكنيسة المهد، وهذا شيء مهم نعرف أنه في الأردن هذه المناطق الأثرية القديمة جدا. إذن الأردن احتضنت المسيحيين الهاربين من اليهودية والاستبداد اليهودي لأنهم مسيحيين، فجاءوا إلى هذا الحضن الأبوي إلى الأردن وبنوا كنائسهم بكل حرية. مر زمان على هذا المكان المقدس وما زال يخبئ بين حجارته حكايات وقصصا عاشها آباؤنا القديسون فيه، ليبقى لنا خير شاهد ودليل على عظم محبتهم بإلهنا القدوس. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة ملجأي في كل